الفخر الرازي يتدرج معهم في الدليل والبرهان إلى أن يصل بهم في النتيجة أنه لابد لهم من الاعتراف بوجود شيء لا يشار إليه، بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال. يقول الثامن، الوجه الثامن، أن خصومنا لابد لهم من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال، وذلك لأن خصومنا في هذا الباب إما الكرامية أو الحنابلة. الآن تقول لهم، يقول للكرامية، وإذا لم يبعد عندكم الالتزام بأنه قابل للقسمة، أنه غير قابل للقسمة، ومع هذا هو عظيم، غير متناهي في الامتداد، ليس في غاية الصغر والحقارة، بل هو عظيم وغير متناهي في الامتداد، مع هذا هو غير منقسم. إذن ماذا نقول لهم؟ إذن تتحدثون عن الرب وعن وجود الرب، إذن تتحدثون عن الرب الموجود الذي هو غير قابل للانقسام، وقلنا غير قابل للانقسام يستلزم عقلا وبديهة، يستلزم الصغر والحقارة، مع هذا تخالفون بديهة العقل، تخالفون الحس والخيال والعقل، فتقولون بالرغم من أنه غير منقسم لكن يخالف الحس والخيال والعقل فإنه عظيم وغير متناهي في الامتداد. إذن خالفتم الحس والخيال والعقل أم لم تخالفوا؟ نعم خالفتم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إشكالكم علينا بأنه لا يوجد شيء على خلاف حكم الحس والخيال، نقول أنتم الآن اعترفتم واستلزم الاستدلال معكم إلى الاعتراف والإقرار بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال وعلى خلاف حكم العقل، إذن إشكالكم علينا باطل وانتهى الأمر. بمعنى أنه إذ لو كان وجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال مدفوع في بداهة أو بدائه العقول، فلماذا إذن أنتم تقولون بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال والعقل؟ فلو كان هذا مدفوعا في بداهة وبدائه العقول، فلماذا قلتم به والتزمتم به ولم تدفعه عقولكم بالبداهة؟ فما دامت عقولكم لم تدفع بالبداهة، فإما أنتم قد فقدتم عقولكم، ليس عندكم عقول، وهذا المتوقع من جماعة التوحيد الأسطوري، أو أنه فعلا لا يدفع ببداهة العقول، أو أنكم فقدتم العقول مع أنه لا يدفع ببداهة العقول. إذن هذا القول غير مدفوع ببداهة العقول، أي القول بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال لا يمكن دفعه ببداهة العقول، بدليل أنكم قلتم بهذا القول، فلو كان مدفوعا ببداهة العقول لما قلتم به، ونحن نقول بأنكم عندكم ولو الحد الأدنى من العقل، ولستم بمجانين ولستم بفاقدي العقول، إذن هذا لا يدفع ببداهة العقول. إذن يقول وإذا لم يبعد عندهم التزام كونه غير قابل للقسمة مع كونه عظيم غير متناهي في الامتداد، مع أن هذا الجمع أو كان هذا جمعا بين النفي والإثبات، ومدفوع في بدائه العقول، يعني مدفوع في بديهيات العقول، ومدفوع في بدائه العقول، كيف تجمعون بأنه لا ينقسم مع كونه عظيما وغير متناهي؟ وقلنا عدم الانقسام ببديهة العقل يعني الصغر والحقارة، وأنتم تخالفون العقل والحس والخيال وتقولون بأن عدم الانقسام لا يلازم الصغر والحقارة، لا، عدم الانقسام هنا يلازم العظمة وعدم التناهي. خالفتم العقل، خالفتم الحس، خالفتم الخيال، وتقولون بأن هذا هو موجود، إذن أين المشكلة؟ نحن أيضا نقول بهذا، نقول هو موجود لا يشار إليه، تقولون لا يوجد شيء لا يشار إليه، لأن القول بوجود شيء لا يشار إليه يخالف البديهة، يخالف الحس والخيال. الآن نقول لكم، أنتم أيضا قلتم بأنه موجود وغير منقسم ومع هذا عظيم وغير متناهي، إذن خالفتم الخيال، خالفتم الحس والخيال والعقل. وأيضا يقال بأن الجمع بين النفي والإثبات مدفوع في بدائه العقول وببداهة العقول، ومع هذا تقولون به وتقولون بوجوده،
فإذا كان هذا المدفوع فعلا ببدائه العقول وفي بدائه العقول وبداهة العقول أنتم تقولون بوجوده، فكيف إذن تعترضون علينا وتقولون بأن القول بكون الله تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بحسب الجهة، تقولون بأن هذا القول مدفوع في بدائه العقول لأنه على خلاف حكم الحس والخيال. أنتم تقولون بالجمع بين النفي والإثبات وهو على خلاف حكم الحس والخيال وعلى خلاف العقل وحكم العقل، ومع هذا تقولون بوجوده وهو مدفوع يقينا في بدائه وبدائه العقول، ومع هذا تقولون به، فكيف تعترضون علينا؟ إذن إشكالكم علينا باطل. إذن نقول وإذا لم يبعد عندهم التزام كونه غير قابل للقسمة مع كونه عظيم غير متناهي في الامتداد، مع أن هذا الجمع كان مع أن هذا الجمع أو كان هذا جمعا بين النفي والإثبات ومدفوع في بدائه العقول، فكيف حكموا بأن القول بكونه تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بحسب الجهة مدفوع في بدائه العقول؟ يعني هم ما هو دليلهم؟ قالوا قولكم يا أشاعرة يا معتزلة يا شيعة يا أهل الإسلام يا أهل القبلة، قولكم إن الله تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه، لا هو حال في العالم ولا مباين عنه، هذا الكلام الذي تقولونه عن الله سبحانه وتعالى مدفوع في بدائه العقول، بديهة العقل ترفض هذا، هذا كلامكم ينافي الحس والخيال والعقل. نقول لكم إذن وصلنا معكم إلى نفس النتيجة، أيضا أنتم كلامكم ومبناكم وقولكم أيضا يخالف الحس والخيال والعقول. أقول قال علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان قبل كل شيء، فلا يقال شيء قبله وبعد كل شيء، فلا يقال شيء بعده، هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها، هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. لقد حرم الكثير من المسلمين بسبب تأثيرات الطائفيين وبسبب تأثيرات التيمية وابن تيمية، حرموا أنفسهم من حقائق الأمور وتجليات الحقائق عند أهل البيت سلام الله عليهم وعند إمام الموحدين الأمير المؤمنين سلام الله عليه. لاحظ ماذا يقول الرازي، يقول إن الله تعالى غير حال في العالم ولا مباين عن العالم بحسب الجهة، غير حال فيه ولا مباين عنه. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول هو في الأشياء كلها غير متمازج بها، يعني غير حال في العالم غير متمازج بها ولا بائن عنها، أي ولا مباين عنه ولا مباين عن العالم بحسب الجهة. لاحظ هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها. ويقول الرازي للكرامية: فكيف حكموا بأن القول بكونه تعالى غير حال في العالم غير حال في الأشياء ولا مباين عنه عن العالم ولا مباين عن الأشياء بحسب الجهة مدفوع في بدائه العقول؟ هذا القول الذي رفضه الكرامية هو قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا المبنى هو مبنى أمير المؤمنين سلام الله عليه.